يا رب سلام. بسم الله الاب والابن والروح القدس الله واحد امين. انا حابه احكي لكم بسرعه كده على قصه شهيده بنوب مع ابني. انا ابني كان تعبان عنده، كان ماشي في 4 شهور وكان تعبان خالص، فكان هيوصل لمرحله الجامعه او سانت ماريا. فرحت كنت الدكتور فرجع لي الفلوس وقال لي لا ابنك تعبان خالص. فرحت الدكتور تاني، فالدكتور التاني قال لي خدي العلاج ومش على جلسات، وكنت بقعد بيه جلسات على طول وكان مش بيرضع ولا اي حاجه. فبعد كده قال لي الدكتور، رحت اختي كانت حصل معاها مع شهيده بنوبة حمل معاها معجزه، فكانت مدرا له صور، فديتني الصوره فجيت بحطها جنبي، حطيتها فعلا جنبي، وكان عندي الايمان مش قوي يعني. فرحت اتكلمت معاه كانه واحد عادي، فبقول له يا بنوب انت بتحب الاطفال زي ما مامتك بتقول، وتابع من معجزتك مع ابني. سبت الصوره جنبي وهو كان بيبكي، وانا قعدت في اوضه تاني. وبعد كده رحت قلت له انت عايز تاخده خده، عايز تخليه لي خليه لي. بعد كده لقيت صوت الواد من العياط ما فيش بيعيط، دخلت على الاوضه لقيته مبوط في الصوره. فبعد كده لقيته بعد يومين، رحت للدكتور فقال لي يا ماما وقف العلاج وابنك بقى كويس ومية مية. ودي مش اول صورة، دي تاني صورة. في صورة المام عند مامته في الكويت خدتها مني، كانت بتنزل زيت، فانا حبيت بقول لها بفرحها يعني. راحت قالت لي لا ده لازم اخدها، فانا كنت رافضه خالص ان انا اديها لها. فجوزي قال لي خلاص هو ممكن يكون بنوب بيتكلم على لسانها، فانا رحت اديتها لها. فبنوب حب يفرحني ويفرح مامته، اداني الصوره الثانيه دياتي نزل الزيت. فاي دياتي رحت بعد كده كانت نقط بسيطه، وفي ناس جت بتسال مامته طب احنا عايزين الصوره اللي بنزلها زيت. فاحنا طبعا كان في ناس رافضه ويا نقط الزيت ومش عارفه، فاحنا اتكلمنا مع بنوب وقلنا له يا بنوب طب الناس مش بتؤمن النقط زيت وانت مش طالعه الزيت. فجينا كان بعد قداس الجمعه لقينا الطبق اتملى بالزيت كده زي ما انتم شايفين ماشي. وبعد كده الناس قاعده تقول ده زيت مش مضمون، ده زيت ممكن شيطاني مش عارفه. فانا وديتها الكنيسه، حضرت قداس الخميس وحضرت قداس الجمعه وقداسين الحد اللي هو القداس الاول والثاني. وبعد كده جبتها اتحرقت الحرق ده، انا بشاور عليها اهو الحرق ذاتي. فبعد كده راح طفت لوحديها. جاء ابونا عندي البيت اللي هو كان واخدها في حضره القداس، فبيقول لي ازاي ان هي اتحرقت وطفت كده، دي اساسا مع الزيت تلهم ودي بلاستيك. قلت له صدقني يا ابونا هي ولعت وطفت لوحديها بس. فبعد كده بدات تنزل بالزيت الكميه اللي انتم شايفينها دياتي، بس بالبركه دياتي. ويا بنوب مش ما يقربليش ولا اي حاجه، وانا شفحت بيه زي اي حد. وهو عندنا في القصيه يعني، انا من القصيه وهو من القصيه اللي هو العادي، ولا يقرب لي ولا مامته تقرب لي ولا بابا يقرب لي، يعني محدش يقول ان هو بنوب يقرب لي، انا ما بنوب ما يقرب ليش. ويا ريت يكون عندنا ايمان ببنوب ومعجزات بنوب. وبنوب لما بيتاخر على معجزه برضه بيعملها، ولو عملها على طول ده بيبقى حاجه حلوه. ولازم يبقى عندنا ايمان وما نزعلش منه وما نعاتبوش ونقول له لا انت تاخرت علينا ولا الكلام ده. لا هو بنوب ما بيتاخرش على حد، وبنوب سريع النتها وبيحب يفرح مامته ويفرحنا ويفرح الناس كلها، وبيدي اللي مش محتاج وبيدي وكرولس لحد الان اديله سنه ما كشفتلوش من ساعة ما عمل معاه المعجزة تحت الصورة الأولانية لحد الآن. أنا ابن